أنا مباشرة السيد حسن بشير الزميل الصحفي. مساء الخير سي بشير. مرحبا بك الحبيب ومرحبا بكل مستمعي راديو مارس، التحية لكم وكل عام وأنتم بخير وتحية لكم. رغتك سي بشير بدون أي شكل حديث على المباراة ما بين المريخ السوداني وفريق الوداد الرياضي. الشارع السوداني وخصوصا جماهير المريخ واش بدات كتحدث على هذه المباراة هذه اللي غتبقى نهار السبت إن شاء الله؟ تأكيد أنا أعتقد أنه مباراة المريخ والوداد المغربي دور التمهيدي للبطولة العربية يوم السبت مباراة مهمة، مباراة صعبة، مباراة يعني فريقين كبار جدا. الوداد من أفضل الفرق على المستوى الأفريقي، فريق وصل لنهائي البطولة الأفريقية، فريق يضم لاعبين على مستوى عال، يضم يعني يحظى برعاية كبيرة جدا. أنا أعتقد أنه المريخ بالمقابل من الأندية العربية والأفريقية المتميزة، ولذلك أنا أتوقع أنه المباراة حتكون مباراة قوية وصراع ساخن، خاصة أنه الفريقين يعني لهم طموح أنه يحققوا يعني نتائج إيجابية على المستوى العربي. الوداد لم يحقق نتائج إيجابية خلال مشاركاته السابقة في البطولة العربية، يطمح في أنه مشاركته خلال العام الحالي تكون مختلفة. المريخ في العام الماضي وصل للدور نصف النهائي من البطوله العربيه، كان غاب غوسين او ادنى يعني وصل للدور نصف النهائي من البطوله العربيه، وكان غريب من التاهل للدور النهائي لولا خروجه امام حامل لقب البطوله النجم الساحلي. نعتقد انه استعدادات المريخ للبطوله حتى للمباراه الوداد تمضي حتى الان بشكل جيد. الفريق ليست به يعني غيابات كثيره، ربما الغياب الأبرز هو مهاجم الفريق وهداف النسخة الماضية من البطولة العربية محمد عبد الرحمن لن يكون موجود بسبب الإصابة التي عانى منها منذ الموسم الماضي. لاعب الوسط ضياضيم محجوب أيضا لن يكون موجود بسبب معاناته من الرباط الصليبي وخضوع لبرنامج استشفائي. بقية اللاعبين بالفريق موجودين ويمارسون تحضيراتهم بصورة طبيعية. المريخ يتعامل مع المباراة باعتبارها مباراة أمام فريق كبير وخصم شرس وخصم متمرس خصوصا في المباريات الخارج ملعبه، وبالتالي هم يعني لاعبو المريخ والجهاز الفني بقيادة المدرب أبراهوم مجتهدون لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السبت، خاصة وإنه الفرقة الحمراء خرجت يعني يمكن قبيل أيام من البطولة الأفريقية بصورة مفاجئة جدا أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري. المريخ يعني عاد بنتيجة ما كان نتيجة جيدة من ملعب الجزائر، تعرض للهزيمة بهدف، وفي أم درمان كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل يعني حتى الدقيقة 82 من المواجهة كان هو يعني أحرز 3 أهداف، كان كاسب المباراة ب3 أهداف دون مقابل، لكن الشرود الذهني في الدقائق الأخيرة من لاعبي المريخ او في ال5 دقائق الاخيره من لاعبي المريخ تسبب في ولوج هدفين سريعين في مرمى الفريق، وهي التي اطاحت به من الدور التمهيدي للعام الثالث على التوالي. ملاحظه، انا اعتقد انه المريخ خلال العام الماضي ايضا خرج من الدور التمهيدي، والعام ايضا الغبلي وبرضه خرج من الدور التمهيدي، يعني المريخ له 3 اعوام على التوالي لما يحقق نتائج إيجابية على الصعيد الأفريقي ويخرج من الدور التمهيدي، ولذلك هم الآن كل التركيز منصب في النادي على مباراة الوداد. وحنا كنتحدثوا على اللاعبين ونول تقريبا جميع اللاعبين حاضرين، سمعنا عن إيقاف مهاجم المريخ بكري اللي تم إيقافه من الاتحاد السوداني 18 شهر. مهاجم المريخ بكري المدينة العقوبة داخلية حسب قرار الاتحاد، العقوبة داخلية وليست خارجية. يعني هو من ضمن الدوري السوداني ما يلعبوش. نعم نعم نعم، خاصة بمنافسات الاتحاد الداخلية الدوري والكاس، واللاعب حتى الآن عنده فرصة بتاعت استئناف القرار، وحسب ما علمت إدارة النادي شرعت في إجراءات استئناف القرار للجنة الاستئنافات في اتحاد الكرة ابتداء من اليوم. القرار طبعا يعني ترك العديد من التأثيرات والعديد من ردود الأفعال بالنادي، واليوم كان في تظاهرة احتجاجية أمام مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم. عدد من الجماهير يعتبروا أن العقوبة تحت اللاعب بكري المدينة غاسية جدا، معلوم أنه أنت تعلم تماما أنه اللاعب بكري من أهم اللاعبين بالفريق، وهو هو يعني واحد من مفاتيح
الانتصارات اللي بيحققها المريخ نظرا لخبرته. ناخذ سؤال للزميل رياض الغازي. تفضل رياض. سي بشير مساء الخير. السؤال ديالي لك. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. السؤال ديالي هو الخروج ديال فريق المريخ الرياضي من منافسه عصبه ابطال افريقيا واش ما يكونش عنده تاثير سلبي على نفسيه اللاعبين في المباراه ديال فريق الوداد؟ طبعا انا اتفق معك تماما. الخروج من البطوله يعني من البطوله الافريقيه زي ما انا اشرت انه هذه ليست المره الاولى, يعني هذه المره الثالثه على التوالي المريخ يخرج من الدور التمهيدي لبطوله الابطال الافريقيه, والخروج في العام الحالي ترك تاثيرات سلبيه كبيره جدا في اداره في النادي عموما, وصلت الى حد المطالبه يعني مطالبه الجماهير برحيل مجلس الاداره ورحيل بعض اللاعبين خاصه, وانه يعني يعني الطموح والتطلعات الجماهيريه كانت عاليه جدا في انه الفريق يحقق نتيجه ايجابيه, لكن المفاجاه كانت في انه الفريق واصل يعني واصل تعرضه للخسائر واصل ولم ينجح في اغناء, يعني الفريق رغم مردوده الإيجابي اللي قدمه في مباراة شبيبة القبائل, لكن الشرود الذهني في العشر دقائق الأخيرة أو الخمس دقائق تحديدا يعني استقبل مرمى وهدفين سريعين أكدوا أنه يعني أنه الوعي والخبرة بتحت البطولات ما زلنا نحن بعيدين منها. بشكل عام المريخ يملك فريق, يعني يملك فريق قوي, المريخ يملك فريق شاب, يملك فريق مزيج بين الخبرة وبين الشباب, فريق قادر على تحقيق نتائج إيجابية, لكن هذا اعتقد انه مباراه الوداد حتكون مختلفه. يعني المريخ حيلاقي فريق مكتمل, حيلاقي فريق قوي, فريق متمرس, وبالتالي يعني اي الهانات في هذه المباراه يعني والاخطاء لا مكان لها. ناخذ سؤال يفتح علاوي. اهلا وسهلا سي بشير. انا واش ما كتشوفش بان الغيابات خاصه لاعبين بجوج ديال المريخ ما غياثروش على الفريق سلبا؟ هو الغيابات الموجودة في المريخ الآن هي غياب هداف البطولة العربية النسخة الماضية محمد عبد الرحمن, هو لاعب قطع, لاعب كبير ولاعب غيابه مؤثر, لكن أنا أعتقد أنه هو يعني هجوم المريخ يعني هناك من يستطيع تعويض غياب محمد عبد الرحمن, يعني اللاعب بكري المدينة يشكل قوة ضاربة في خط هجوم المريخ, ولاعب يعني لاعب مميز جدا ويملك خبرة ولاعب صاحب مهارات وواحد من أخطر اللاعبين داخل منطقة الجزاء, يعني أي فرصة داخل منطقة الجزاء يجيد التعامل معها, يعني يجيد إحراز الأهداف من أنصاف الفرص, هو واحد من اللعيبة المعروفين. ويمكن لو في حاجة ممكن أكشف عبر برنامجكم إنه هي المريخ يعني استقبل خلال اليوم أو قبل 48 ساعة عرض من نادي القوة الجوية العراقية لمهاجم بكري المدينة, وحتى الآن لم يتم البدء, تمت الموافقه مبدئيا على العرض في انتظار اكمال الصفقه. طيب كمل الفكره ديالك. تفضل كمل الفكره ديالك. بالنسبه للاعب, لا الغياب الثاني لاعب ضياء الدين محجوب, ولاعب وسط ولاعب ارتكاز يعني برضه تعرض للاصابه في الموسم الماضي امام النجم الساحلي رباط صليبي, وهو بعيد عن المشاركات مع الفريق الى حين تكملة البرنامج الاستشفائي. يعني الفريق حيستعيد لاعبين في مباراة الوداد وهم المحترف الغاني, لاعب الوسط الغاني نيلسون لازقلا ما كان موجود في مباراة شبيبة القبائل, حيكون موجود, تم التعاقد معه خلال فترة التسجيلات الماضية, وأيضا واحد من الأسماء اللي حتكون مؤهلة للمشاركة المحترف الغاني مايكل, واحد من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال فترة التسجيلات الأخيرة, هو لاعب غادم من السنغال. طيب سي باشير, ندوي على ما يحيط بالمباراه خصوصا الاوضاع السياسيه بالسودان لهذه الناحيه هذه, واش كل شيء مزيان الناحيه الامنيه, كل شيء مزيان في الخرطوم؟ الاوضاع في الخرطوم مستقره تماما, المعلوم انه السودان يعيش في فتره انتقاليه. كانت هناك تظاهرات وكانت هناك احتجاجات ادت للاطاحه بالنظام السابق وبحكم الرئيس عمر البشير, الان الاوضاع مختلفه تماما, الاوضاع في الخرطوم هاديه, الشوارع منسابه, البطوله الدوري الممتاز يعني تمضي بشكل جيد وسط حضور الجماهير, يعني ليست هناك اي خروقات, الاوضاع الان جيده, الجماهير يعني شغوفه بمتابعه المباريات,
اتوقع انه مباراه المريخ والوداد تحظى بحضور جماهيري يعني حضور جماهيري كبير. بالنسبه للاجواء والحراره في السودان اجواء حاره جدا نهارا، وقد يعني في بعض الاحيان يعني تهطل امطار مساء. شحال تقريبا درجه الحراره في الخرطوم؟ نعم، شحال تقريبا درجه الحراره في الخرطوم؟ والله ما يعني متغلبه يعني في السودان عموما اخي العزيز، في السودان عموما في بعض الاحيان الاجواء يعني تكون بارده يعني صباحا، ساخنه ليلا، تهطل الامطار صباحا، لكن عموما بصوره عامه الخرطوم، مدينه الخرطوم والعاصمه الخرطوم اللي حتشهد المباراه، الاجواء فيها دائما نهارا يعني بتكون ساخنه يعني درجه الحراره يوم السبت في توقيت المباراه غتكون ما بين 38 و 36 درجه مئويه. فعلا نعم هي المباراه دائما حتكون 7:30 عموما في يعني عموم بصوره عامه الاوضاع يعني درجه الحراره ليلا بتكون افضل يعني تكون افضل من حيث البروده. رياض الغازي. سي البشير، بعيد عن المباراه ديال المريخ السوداني والوداد، ملاحظه اللي كنلاحظوها كاملين كمتتبعين رياضيين هو تالق ديال الانديه السودانيه في المنافسات القاريه عكس المنتخب السوداني اللي كنشهدوا التواضع ديالو. شنو الاسباب اللي كتخلي الانديه متفوقه قاريا والمنتخب السوداني كيكون متواضع؟ ده من الاسئله المهمه اللي عليها يعني لا فعلا انا اتفق معاك فيها. السبب تقدم وتحقيق الانديه لنتائج ايجابيه على المستوى الغاري هو الاهتمام اللي بتحظى به سواء من مجالس الادارات او سواء من الاقطاب او سواء من مؤسسات الدوله ذات نفسها. في السودان هناك مفارقه غريبه جدا، يتم الاهتمام بالانديه التي تمثل خارجيا وبالاخص ناديي القمه المريخ والهلال، وفي نفس الوقت لا يتم الاهتمام بالمنتخب الوطني. حتى اخ رياض غازي، اللاعبين في السودان ليست لديهم الرغبه في تمثيل المنتخب الوطني، ربما يعود ذلك للطريقه التي يتعامل بها اتحاد الكره مع المنتخب الوطني من حيث الاهتمام، من حيث تنظيم المعسكرات، من حيث التعاقد مع الاجهزه الفنيه التي تملك القدره على قياده المنتخب الى الامام. هناك مشكله كبيره جدا في السودان في التعامل في ملف إدارة المنتخبات الوطنية. الاتحاد يعني أو الهيئة الرياضية المسؤولة عن كرة القدم أخفقت تماما في ملف المنتخبات الوطنية عموما. قبل أيام قليلة يعني كانت لدينا مشاركة في بطولة في كافة للبراعم أو شرق وسط أفريقيا للبراعم، والمنتخب السوداني كالعادة يعني أخفق إخفاق كبير جدا في هذه البطولة رغم المواهب الموجودة. يعني بصورة عامة أختصر حديثي في هذه النقطة في أنه ليس هناك اهتمام بتطوير المنتخبات الوطنية، ولذلك حتى اللاعبين بالمناسبة لا يعني جلهم لا يرغبون في المشاركة في المنتخبات. باش نرجعوا للمباراة السي البشير اللي غتجمع الفريقين ان شاء الله يوم السبت، بالنسبة لحضور الجماهير واش إدارة المريخ خصات العدد ديال الجماهير الودادية اللي تقدر تحضر وتساند الفريق ديالها، وكيفاش غتمر الأمور بالنسبة بالنسبة للجمهور اللي الزائر؟ بصورة عامة دائما يعني أنا أتوقع أنه جماهير نادي الوداد التي ترغب في حضور مباراة الفريق وأمام المريخ ستحظى بمعامله طيبه من مسؤولي المريخ. المريخ واحد من الانديه اللي بيتعامل مع الخصوم بطريقه جيده جدا، حتى في مباراته الاخيره امام شبيبه القبائل الجزائري تم توفير مدرج كامل مخصص لمشجعي الفريق الجزائري. نفس الطريقه سيتم التعامل بها مع فريق الوداد، خاصه وانه قوانين الاتحاد العربي تلزمك يعني بتوفير يعني مدرج امن لحضور جماهير الفريق الخصم. بصوره عامه انا اعتقد انه يا صديق العزيز العلاقات والروابط بين السودان والمغرب قويه جدا، ومباراه المريخ والوداد طبعا مباراه حتكون مختلفه سواء داخل او خارج الملعب. انا اتوقع دي مباراه بين فريقين كبيرين، اتوقع انها حتحظى باهتمام كبير جدا، اعتقد انه حيكون في جماهير من الجاليه المغربيه بالسودان حتحرص على الحضور ومشاهدة هذه المباراة من داخل الملعب. شكرا لك جزيل الشكر صديقي حسن بشير على كل هذه المعطيات، ونتمنى واحد موفق الفريقين معا
في المباراة إن شاء الله يوم السبت المقبل ما بين فريق المريخ السوداني وفريق الوداد الرياضي. شكرا جزيلا مرة أخرى للزميل الصحفي حسن البشير.